استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمطار القاهرة، وذلك في مستهل زيارته الرسمية الأولى لمصر منذ توليه مهام منصبه، والتي تأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في شتى المجالات بما يخدم صالح الشعبين الصديقين، فضلا عن تبادل وجهات النظر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن المتوقع أن تشهد الزيارة مباحثات موسعة بين الرئيسين السيسي وماكرون ومسؤولي البلدين، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته والوفد المرافق له زاروا معبد أبو سمبل للاستمتاع بجولة سياحية داخل المعبد والاستماع إلى شرح توضيحي حول الحضارة الفرعونية وقصة تشييد معبدي الملك رمسيس الثاني وزوجته نيفرتاري بأبو سمبل. On a, il fallait détruire cette colline naturelle. C'est 300 000 tonnes de pierre. 300 000 tonnes de pierre qu'il fallait dégager sans pouvoir utiliser des explosifs quand on s'approche du monument, bien sûr, pour l'immigration. Donc c'est un travail manuel. Les conditions.